بكم إلى المسائية من الميادين وفي ملفيها لهذه الليلة فشل سياسي ودبلوماسي في التجيش ضد إيران وإخفاقات عسكرية وقانونية كافة إيران وحلفائها ترجح في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين أوروبا تسجل الولايات المتحدة وتبقي قنواتها مفتوحة مع طهران، فهل قلبت إيران الصورة بعزل ترامب وتثبيت الدعم الدولي للاتفاق النووي؟ بعد اعتقال الأمراء ورجال الأعمال والدعاه والحقوقيين والنساء، هل اختطف الأمن السعودي الكاتب جمال خاشقجي في القنصلية المملكة في اسطنبول؟ مساء الخير معركة جديدة تربحها طهران في المحافل الدولية. محكمة العدل تطالب بمنع العقوبات الأمريكية على إيران من عرقلة وصول السلع الإنسانية وقطع غيار الطائرات. هزيمة جديدة لواشنطن التي تخفق مرة تلو الأخرى في حملاتها ضد إيران وهذا الفشل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي وكالة الطاقة الذرية وفشل في فرض إرادتها على العراقيين والسوريين وتراجع حلفائها في الانتخابات اللبنانية وعجز زن عن لي ذراع إيران اقتصاديا وأمنيا فيما تؤجل طرح ما يسمى بصفقة القرن كل ذلك بعد فشلها وحليفتها إسرائيل في فرط عقد الاتفاق النووي أو وقف برنامج إيران الصاروخي الذي ظهرت فعاليته وجديته في ضربتين متتاليين لمجموعات إرهابية في مناطق النفوذ الأمريكي في سوريا والعراق هذا الموضوع سنناقشه في الملف الأول مسائية لهذه الليلة بينما نتابع في الملف الثاني قضية اختفاء الصحفي في السعودي جمال خاشقجي وربما اختطافه بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول ما يعيد إلى الأذهان حملات الاعتقال والاحتجاز الواسعة التي تشهدها السعودية فهل الخطوة الأخيرة في الخارج مرتبطة بمنطق قوة مدعوم أمريكيا أم هو ربما ناتج عن قلة الخبرة والافتقار إلى الحنكة السياسية؟ اذن اكدت محكمه العدل الدوليه انها تملك الاختصاص للنظر في شكوى ايران المقدمه ضد الولايات المتحده بشان اعاده فرض العقوبات وبالتالي اعلنت قبولها الدعوه الايرانيه ضد واشنطن وامرت المحكمه امريكا بضمان الا تؤثر العقوبات في السلع الانسانيه لايران والا تعرض الطيران المدني الايراني للخطر ترى المحكمة أن الولايات المتحدة وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة عام 1955 يجب أن تزيل بوسائل من اختيارها أي عقبة تنجم عن التدابير المعلنة في الثامن من أيار مايو عام 2018 بخصوص التصدير الحر للبضائع المطلوبة للاحتياجات الإنسانية إلى أراضي إيران مثل الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية, والمواد الغذائية المنتجات الزراعيه وكذلك السلع والخدمات الضروريه لامن الطيران المدني كقطع الغيار والمعدات والخدمات المرتبطه بها اللازمه للطيران المدني. وبعد الفشل الامريكي في محكمه العدل الدوليه، اين اخفق الامريكيون وحلفائهم؟ وكيف حقق الايرانيون مكاسب وانتصارات على الصعود القانونيه والدبلوماسيه والسياسيه والعسكريه. احمد عبد الله. اهلا بكم. فشلت الولايات المتحده الامريكيه من جديد في حشد الدعم الدولي ضد ايران قرار محكمة العدل الدولية بوجوب رفع واشنطن العقوبات التي تستهدف بعض السلع المفروضة على إيران هو حلقة في سلسلة طويلة من النجاحات الإيرانية بوجه الإخفاقات الأمريكية قانونيا يعتبر القرار انتصارا لإيران ولا سيما أنه صادر عن هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ويأتي عقب تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بالاتفاقة النووية الذي أثبتته عمليات التفتيش التي اجراها مفتشو الوكاله في المواقع الايرانيه. داخليا فشلت الولايات المتحده في الضغط على ايران على صعيدين، اقتصاديا صمد الريال الايراني امام الدولار الامريكي بعد فتره من التراجع على اثر العقوبات الامريكيه التي لم تنجح في اخضاع الاقتصاد ودفعه للانهيار، فيما يواصل الاوروبيون البحث عن سبل لمواصله التعامل التجاري والمالي مع ايران. أما أمنيا فاجتازت إيران فخ العمليات الإرهابية الهادفة لزعزعة أمنها، ونجح الداخل الإيراني في الحفاظ على تماسكه أمام هذه الهجمات، ولم تتوانى السلطات الإيرانية عن اتهام الولايات المتحدة وحلفائها إسرائيل والإمارات والسعودية بالوقوف خلفها. دبلوماسيا لم ينجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحويل الأمم المتحدة منبرا لتأليب دولي جديد ضد إيران. وفشل في تجيش مجلس الأمن ضدها بل بدا وحيدا وأكثر من ذلك نجح الإيرانيون في قلب الصورة وجعل المناسبتين فرصة لتثبيت الدعم الدولي للاتفاق النووي بهدوء وصبر وذكاء تعاملت القيادة الإيرانية مع ضغط واشنطن على حلفائها الأوروبيين للخروج من الاتفاق فحافظت على قنوات اتصال مفتوحة مع أوروبا في مقابل عناد واشنطن التي وجدت نفسها مضطرة إلى الانتفاق. الانسحاب منفرده من الاتفاق سياسيا في العراق فشل امريكي متواصل في مقابل مكاسب سياسيه متتاليه لطهران وحلفائها منذ انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وصولا الى انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهوريه العراقيه وعادل عبد المهدي رئيسا للحكومه فضلا عن احتواء احتجاجات البصره من دون خسائر تذكر. في لبنان رجحت كفه حلفاء ايران عبر انتخاب برلمان ذي غالبيه تتماهى سياسيا معها فيما فشلت الضغوط الامريكيه لتشكيل حكومه من دون حزب الله اما في سوريا فاستطاعت ايران من خلال اتفاق ادلب الذي شاركت في صناعته بتعزيز موقعها في مسار الحل السياسي للازمه السوريه فيما سحب الاتفاق كل الذرائع من الولايات المتحده لشن اي اعتداء على سوريا تاتي في هذا السياق ايضا صفقه القرن التي تعجز واشنطن عن تمريرها في مقابل التمسك الفلسطيني بالمقاومه المسلحه المدعومه ايرانيا واستمرار الانتفاضه ومسيرات كسر الحصار عسكريا لم تتوقف المناورات العسكريه الايرانيه البحريه والصاروخيه وردا على كل التهديدات والمطالبات الامريكيه بوقفها لم تكتف ايران بمواصله تطوير صواريخها البالستيه بل هي استخدمتها اخيرا في ضرب جماعات كرديه ايرانيه مسلحه في اقليم كردستان العراق كما استهدفت مواقع الارهابيين في شرق الفرات في كلتا الحالتين كانت الأهداف في مناطق يفترض أنها تتمتع بحماية أمريكية ما ولمناقشة هذا الملف معنا من طهران الدبلوماسي السابق سيد هادي سيد أفقهي ومن واشنطن مدير مركز تحليل الشؤون العسكرية والسياسية في معهد هاتسون سيد ريتشارد ويتس أهلا بكما وأبدأ معك سيد أفقهي على اعتبار أن القرار هو مكسب ونقطة لإيران ولكن ما قيمة هذا القرار ما قيمة أن تصدر محكمة العدل الدولية قراراً كهذا يأتي لصالح إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك ست وضيفك والمشاهدين الأعزاء. في الحقيقة هذا القرار هو أولاً ملزم ولكن بإعتراف المحكمة الدولية لا تملك الادوات لتطبيقه او فرضه على الولايات المتحده الامريكيه. فهنا الولايات المتحده الامريكيه هي في بوتقه اختبار، الولايات المتحده الامريكيه التي تصم اذان العالم انها هي راعيه الشرعه الدوليه والتي تدافع عن حقوق الانسان في شتى اصقاع الارض، وتدافع عن الديمقراطيات والحريات والمنظمات الدوليه لم يجف حبر حبر في الحقيقه هذا القرار في المحكمه الدوليه اذ اعلنت الخارجيه الامريكيه انه لا قيمه له يا لطيف. محكمه دوليه معترف بها عالميا ومحترمه قراراتها واحكامها واكبر دوله كما هي تدعي اقوى دوله في العالم تقول لا قيمه لهذا القرار. اذا فضلا عن انتصار يعني الانتصار الحقوقي لايران ستلانا هو انتصار اخلاقي لايران وانتكاسه يعني مدويه وتاريخيه سيسجل لتاريخ وحقوق الولايات المتحده الامريكيه كيف تستهتر بحقوق الانسان لان ما طرح في هذه المحكمه ستلانا هو موضوع معاهدة الصداقة التي تنص بمنع استخدام الدواء والغذاء والقطع الغيار وقطع الغيار وما إلى ذلك ضد الشعوب بين الشعبين يعني بين البلدين المتعاقدين والمتفقين متفقين والموقعين على هذه المعاهدة التي الآن ضربتها في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية عرض فهم. الحائط معاهدة 1955 لا. ميلادية سيد نعم. أفقهي في الواقع آه تماما هذا ما آه يعني الآن آه بعد قليل سنتطرق إلى ما قاله مستشار الأمن القومي فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تعرض الولايات المتحدة للمقاضاة أمام محكمة العدل الدولية ومن بينها هذه الاتفاقية التي اليوم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ألغتها معاهدة معاهدة الصداقة إنما قبل أن أذهب إلى موقف الولايات المتحدة ورد الفعل الأمريكي وربما كما قلت أنت ضرب الولايات المتحدة الأمريكية بالقرارات الدولية عرض الحائط سأسألك سيد ويتس عن هذا القرار هل هو مكسب بحسب رأيكم لإيران يعني بقطع النظر عن ما إذا الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف به أم لا ولكن هذا القرار بحد ذاته كقرار دولي من محكمة دولية يعني موقع على معاهدته عدد كبير من الدول هل هو فعلا مكسب لايران واعتراف بحقيه ايران بامتلاك التكنولوجيا النوويه أعتقد أن الخطوة كانت خطوة تكتيكية ذكية جدا من قبل إيران. أغلبنا نحن بما في ذلك الحكومة الأمريكية، أغلب هذه الأطراف لم تكن على دراية أو نسيت هذه المحكمة، بالتالي استخدام هذه المحكمة كآلية إصدار هذا الحكم من قبل هذه المحكمة، هذه كانت خطوة ذكية، ولكن بالنسبة للتأثيرات. حقيقه لن نرى اي تاثير حقيقي فيما يتعلق بما سيحصل الولايات المتحده الان تتخلص من هذه المعاهده ولن تعترف بالمحكمه الى اخره وبالتالي كانت شبه دعايه او انتصار دعايه دعا وايضا تكتيك ذكي ولكن هذا لن يؤثر على السياسه الامريكيه حيال ايران وانا لا ارى اي ادله حتى الان بان الدول ستغير سياساتها بالتالي الدول التي تعارض السياسه الامريكيه تجاه ايران وهذه الاطراف تشير الى احكام المحكمه ولكن بالنسبه للدول التي تؤيد السياسة الأمريكية الحالية تجاه إيران هذه الدول تقول أن هذا القرار غير ملزم وهذه الدول بنفس الوقت تدعم المعارضة الأمريكية بالتالي هذا الموضوع لا يبدو أنه يغير سياسة أي طرف طبعا لا يغير سياسة عندما نتحدث عن سياسة شيء وعندما نتحدث عن حق شيء آخر دكتور ويتس القرار يؤكد حق إيران يؤكد على حقوق إيرانية معينة على عدم شرعية هذه العقوبات واستهدافها لحياة المواطن الإيراني يعني بقطع النظر عن ما إذا كانت ستطبق أو سيكون هناك من قيمة عملية لهذا القرار ولكن بالمفهوم الحقوقي العالمي الذي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وهي صغته بعد الحرب العالمية الثانية وكانت مشاركة هامة فيه هذا القرار يعري ربما الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يعطي الحق لإيران هذا القرار لربما كان له تاثير اكبر لو صدر خلال حقبه ادارات امريكيه سابقه ولكن هذه الاداره الحاليه في الغالب ترفض ما قامت به الولايات المتحده بعد الحرب البارده وهذه الاداره تعتقد بان الادارات الامريكيه السابقه كانت ساذجه ويجب ان نفهم بان المشكله بالعقوبات هي ان هذه العقوبات عاده ما تتسبب بضرر غير مباشر غير مباشر وغير متعمد ضد اطراف اخرين خاصه الولايات المتحده تحاول فرض العقوبات على الحكومة أو القطاع الاستخباراتي العسكري النووي ولكن عادة العقوبات ستسبب بالتكاليف أو ستسبب أثمان لبعض الأطراف الأخرى أطراف شريك الإيران بالتجارة وأيضا أطراف أخرى الولايات المتحدة كانت تحاول معالجة هذه المشكلة ولكن المحكمة محقة بأنه يجب العمل على هذا الموضوع بشكل أكبر وبالتالي المحكمة تشير إلى الحاجة لمعالجة هذه المشكلة ولكن المحكمة لا تفرض حل بنفس الوقت، لا تفرض حل على ما يمكن ان تقوم به الولايات المتحده ودول اخرى وهذا هو التحدي. وهذا ما يدفعنا الى السؤال لك سيد افقهي، عندما تذهب ايران يعني قال دكتور ويتس ان خطوه ذكيه ان تذهب ايران الى محكمه العدل الدوليه وتقدم شكوى امامها. ولكن في نفس الوقت نحن نعلم أن هذه المحكمة خطواتها ليست عملية يعني ليست ملزمة لا يمكنها أن تلزم الولايات المتحدة الأمريكية بشيء خصوصا هذه الإدارة والخطوة ربما هي دعائية لإيران ما رأيك بهذا التوصيف الذي قدمه سيد ويس؟ لا يعني ليست موضوع دعاية هي أكبر دعاية عندما خرجت أمريكا بصورة أحادية وفضحت نفسها أنها لا تحترم القرارات الدولية وهي الآن في عزلة كبيرة أكبر من هذه الدعاية ماذا تريد إيران؟ ونحن لا نلاحق أمريكا من أجل الدعاية ستلانا هناك حقوق عندما وقعنا على الاتفاق النووي طبقنا كل تعهداتنا على الأرض وهذا بات يعني معروفا للجميع 16 ألف طاردة مركزية قللناها الي خمسه الاف نسبه التقسيم اليورانيوم عشرين الف قللناه الي ثلاثه ونص موضوع استخراج المفاعل قلب المفاعل الماء الثقيل موضوع فورد وموضوع يعني الـ وكاله الطاقه الذريه تبعث بمفتشيها اينما كانت ومتي ما شاءت وكم مره هذه اللي احنا نحن نريد حقوقنا لا نريد دعايه انه نثبت للعالم أن والله امريكا غير اخلاقيه، امريكا لا تلتزم، هذا بات معروفا للجميع من هي امريكا وكيف تمارس في الحقيقه امريكا غطرستها وكيف تتحدى شعوب العالم وحريات العالم من خلال قوتها العسكريه، ونحن لا نخاف من قوتها العسكريه، نحن نريد حقوقنا عندما راجعنا هذه المحكمه هي كانت الملاذ الاهم والملاذ الاصوب في الحقيقه صوابيه لان محكمه دوليه، انت شاهدي هذه المحكمه الدوليه عندما اصدرت هذا الحكم يعني استهترت امريكا بهذا الحكم وقالت نحن لا لا قيمه له. طيب في الولايات المتحده الامريكيه قبل عام ستلانا هناك محكمه محليه وحتى ليست محكمه يعني فدراليه. شكلت لبعض ضحايا المارينز في بيروت انفجار 1982 شكلت محكمة وغرمت إيران أكثر من 3 مليار دولار على أنه لأن إيران تدعم حزب الله وحزب الله هو الذي قام بهذه العملية فأقرت المحكمة في الحقيقة أخذ هذه الأموال من الأرصدة الإيرانية في البنوك شوفي اذا هم يحترمون قرار محكمه محليه ولا يعترفون ولا يحترمون قرار محكمه دوليه معترف بها في جميع انحاء العالم هذه هي امريكا سيدتي نحن لا نريد نثبت دعايه أمريكا لا لا نحتاج أن لا. نضيف دعاية لسيئات أعمالها ولكن نريد حقوق وسنطارد أمريكا هذه وحدة. الموضوع الآخر لو سمحتي لي هذا القرار سيفتح في الحقيقة وسيبسط يعني يد الدول الدول العالم التي تريد أن تتعامل مع إيران أن هناك قرار محكمة دولية ملزم ما معنى ملزم؟ يعني الدول الأخرى التي تريد أن تتعامل مع إيران على المستوى المصرفي، على مستوى قطع الغيار، على مستوى الدواء والغذاء يحق لها أن تتعامل مع ايران وتضرب العقوبات الامريكيه هذه المره عرض الحائط لا. لا. هذا المهم لا. يعني نحن نبحث عن هذه السبل لكي نحن نضرب العقوبات الامريكيه عرض الحائط ولان يعني سيد ويتس كان يقول ايضا امر مهم ان ربما كان فات الكثيرين في الولايات المتحدة الأمريكية هو وجود محكمة العدل الدولية وحتى معاهدة الصداقة القديمة جدا يعني منذ 1955 قبل الثورة الإسلامية، أيضاً هذه تم استخدامها كورقة هامة. آه الآن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستراجع بشكل شامل كل الاتفاقات الدولية التي قد تعرضها للمقاضاة أمام محكمة العدل الدولية. فما هي الخطوة الأمريكية التالية بعد هذا القرار لمحكمة العدل الدولي؟ سبق للخارجية الأمريكية أن أعلنت خلال مرحلة المرافعات الشفهية حول الدعوة الإيرانية ضدها أن محكمة العدل الدولية لا تملك الصلاحية للنظر في الخلاف الأمريكي الإيراني والعقوبات الجديدة المفروضة على طهران بعد إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي. وأشار محامو الخارجية الأمريكية أمام القضاة إلى أن القضية تعد سوء استخدام لهذه المحكمة وان الاجراءات المتخذه ضد ايران متعلقه بالاتفاق النووي وهو متعدد الاطراف ومستقل ومنفصل عن معاهده الصداقه بين واشنطن وطهران الموقعه عام 55 كما أكدت محامية الخارجية الأمريكية جينيفر نيوستد أن المحكمة تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي حول ادعاءات إيران وأضافت أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في حماية أمنها القومي ومصالحها ليس خافيا تركيز ترامب وادارته على مفهوم السياده نتج عنه اتخاذ مواقف متشدده من المنظمات والاتفاقيات الدوليه تصل الى السعي لتعديلها وفقا لرغبه واشنطن او الانسحاب منها بعد تصريح احد السفراء الامريكيين ان قرار المحكمه لا قيمه له لن يكون مستغربا ان تصر واشنطن على عدم الالتزام بتنفيذ اي قرار او حكم يصدر ضدها عن المحكمه وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للولايات المتحدة أن رفضت تنفيذ حكم صدر عن محكمة العدل الدولية يطلب من واشنطن في عام 86 دفع تعويضات لنيكاراغوا مقابل تدريب وتسليح متمردي الكونترا وزرع ألغام في موانئها واشنطن اعتبرت محكمه الجنايات الدوليه ميته وفقا لتصريحات مستشار الامن القومي بولتون واعتبرها غير شرعيه وانها تهدد السياده الامريكيه والحقوق الدستوريه للمواطنين الامريكيين كما هدد قضاتها بفرض العقوبات واشنطن تتصرف باستعلاء واستخفاف باعلى اداه قضائيه للامم المتحده وتتعامل مع محكمه العدل الدوليه بانتقائيه فاضحه فهي ساندت المحكمه نفسها ولم تتورع عن تقديم الخبراء القانونيين الامريكيين لدى نظر المحكمه في نزاع بحر الصين الجنوبي دعما للفلبين. انطلاقا من هذا التقرير الذي يعني جاء فيه جمله معطيات عن إطاحة الولايات المتحدة الأمريكية بكل قرارات دولية وحتى بمؤسسات الدولية. أريد أن أسألك سيد ويتس هل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها أنها فوق الجميع فوق القانون الدولي والذريعة دائما أنها تريد أن تحفظ أمنها القومي ومصالحها؟ هذه هي السياسه المعلنه وهذه هي مقاربه اداره ترامب امريكا اولا و وخاصه راينا ذلك كما قلت مستشار الامن القومي بولتون في حال كانت هناك معاهده او كان هناك قانون يضع قيود على الولايات المتحده حينها هذه الاداره الامريكيه ستنسحب من مثل هذه الاتفاقيات وبالتالي ببساطه هذه هي مقاربة إدارة ترامب يمكن أن ننتقد هذه المقاربة ولكن لن نرى أي تغيير خلال العامين المقبلين طالما أن هذه الإدارة هي موجودة بالحكم أه سيد أفقه هل تعتبر أن اليوم هذه الإدارة هي إدارة استثنائية بعدم الالتزام بمعاهدات دولية أو بقانون دولي أو إلى ما هنالك أم أنه ربما هذه الإدارة كانت الأكثر وضوحا في التعبير عن ذلك من الإدارات السابقة نعم الفرض الثاني العبارة الثانية هي أدق يعني كثير من الحكومات حتى يعني في زمن جورج بوش الابن رأينا كيف تجاوز وفي الحقيقة دعس كل القرارات الدولية وهجم على العراق سنة 2003 بحجة أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وأسلحة مدمرة وما إلى ذلك ودخل هانس بليكس وتتذكرين السيد محمد البرادعي ولم يجد شيئا وذهب كولن باول يومها كان وزير خارجية في مجلس الأمن وأدلى بمعلومات خاطئة وربما كاذبة وقال أنا خدعت بهذه المعلومات ولكن بالرغم من كل هذا في الحقيقة هجمت أمريكا على العراق وكذلك يعني هناك قانون شرس وما زالت تستخدمه الولايات المتحده سنه جورج بوش الابن اذا تذكر ولم تخني الذاكره موضوع الضربات الاستباقيه ما معنى موضوع الضربات الاستباقيه من سن هذا القانون هل سمح مجلس الامن لامريكا ان تسن هذا القانون انه اذا اذا احست الولايات المتحده الامريكيه ان هناك خطرا يهدد مواطنيها او مصالحها خارج الحدود الامريكيه من حق امريكا ان تقوم بضربات استباقيه لا. من اعطى هذا الحق للولايات المتحده الامريكيه ولكن هذه الحكومه كما تفضلت ستلانا هي الاشرس وهي الاوضح انتهاكا لكل القرارات الدوليه خرجت من اليونسكو خرجت من معادة البيئة والآن تريد أن تخرج من معادة التجارة العالمية الجات وتريد أن تخرج من الناتو وتريد أن تخرج من المحكمة الدولية لأن أمريكا أولا طيب ما معنى أمريكا أولا قالها ترامب عندما التقى برئيس كوريا الشمالية جيم كون قال إذا وقعنا اتفاقية مع كوريا الشمالية ولاحظنا أن هذه الاتفاقية لم تكن لصالحنا فسنضربها عرض الحائط لا. يعني هذه في الحقيقة يعني حكومه استثنائيه صقوريه بكل ما تعنيها الكلمه من معنى طيب كيف يمكن ان نتعامل مع هذه الحكومه كيف طبعا. يمكن ان يدعون السيد ترامب الى الجلوس لطاوله مفاوضات في من يضمن يطرح أنه على لديك لو استفسارات كثيره سيد افقهي حول مصداقيه اي اي مفاوضات او محادثات مع هذه الحكومه كما انت تقول مع هذه الاداره الامريكيه ومن هنا أريد أن أسألك سيد ويتس الرئيس روحاني في تصريح له اليوم يبدو واثقا من أن الضغوط على إيران يستخدمها ترامب لأجل مكاسب داخلية إلى أي مدى برأيك هذا الكلام واقعي yeah, well, اعتقد انه بالنسبه لترامب وجون بولتون وايضا بعض السياسيين الاخرين بهذه الاداره اعتقد ان هذه القضيه خلافا لقضايا اخرى هذه القضية لا تعود ولا تتعلق بالسياسات الداخليه وهؤلاء الشخصيات دائما يتحدثون بهذه الطريقه ويعتقدون بالفعل ان الاتفاق النووي مع ايران كان اتفاق سيء وان الحكومه الايرانيه تشكل تهديد وبالتالي على الولايات المتحده ان تتخذ وتتبنى موقف اقوى والنهج اقوى، هذا النهج يتضمن عقوبات وممارسات الضغوط على الدول الاخرى والانسحاب من الاتفاق النووي الى اخره، وبالتالي اعتقد بهذا المجال تحديدا الرئيس ترامب ملتزم بهذا الموضوع ولن يتراجع. وايضا اعتقد انه من الصعب ان نحل هذه المشكله ولكن من نفس الوقت هذه سياسه ترامب باعتقادي. ولكن في المكاسب الداخلية يعني في مسألة الانتخابات وغيرها الضغوط على إيران ألا ترضي اللوبيات التي تعمل بالداخل يعني هذا هو ربما المقصود بالمكاسب الداخلية يعني اللوبيهات القوية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يعتمد عليها تعتمد عليها الأحزاب القوية والرئيس ترامب تحديدا للدعم للأصوات لكل ما إلى هنالك لا ترضيها الضغط على إيران بهذه الطريقة <applause> نعم فهمت السؤال المطروح ولكن ال... بالنسبة للناخب الأمريكي هذه ليست قضية أساسية هذه الملفات بالسياسة الخارجية لا تناقش ولا على أنها ذات أهمية باستثناء التجارة والصين ولكن تركيز الأساس يتعلق بالوظائف وأيضا مسألة النساء ودور النساء بالمستعمل الأمريكي إلى أخره بعض المجموعات التي هي قلقة من السياسه الامريكيه بالشرق الاوسط بما في ذلك ايران نعم ربما هذه الاطراف هي قلقه وقد تتاثر ولكن هذه الاطراف ستصوت لصالح ترامب بغض النظر عن السياسات, السياسات التي سيتبعها وبالتالي أعتقد أن بهذا الموضوع تحديدا الحافز الأساس هو أنهم يعارضون إيران بشدة ويدعمون نتنياهو وإسرائيل بشدة وإلى آخره وأعتقد أن هذه الرؤية العالمية لهذه المجموعة بالإدارة وبالتالي المسألة تتعلق كثيرا بحسابات السياسة الداخلية السياسة الداخلية لها دور ولكن العمل الأكبر ربما عوامل أخرى سيد افقهي لنختم يعني قبل ان تغادرنا سؤال اخير ساحه المواجهه المقبله بين طبعا مواجهه مفتوحه بس تحديدا ساحه المواجهه المقبله بين الولايات المتحده الامريكيه وايران اين ستكون مستقبلا برايك؟ يعني هذا يتعلق باستراتيجيه امريكا في مواجهتها مع ايران لحد الآن هو اعترف ترامب أنه نحن استثمرنا في هذه المنطقة أو صرفنا سبعة تريليون دولار وخسرنا معناها أنه كل المخططات الأمريكية سواء على مستوى الحرب الناعمه او على مستوى الحرب العسكريه او على مستوى الحرب الامنيه او الاقتصاديه فشلت اذا نحن ننصح امريكا ان لا تجهد ولا توذر اموال المنطقه ولا تستخدم يعني عملاءها فلتترك المنطقه لحالها ونحن اعرف ب في الحقيقه الزوايا وخبايا هذه المنطقه ونحن اصبحنا يعني متمرسين في المفاوضات وبناء المنطقه كما بنينا بلدنا في عز في الحقيقه العقوبات الاربع عقود نحن الان في المنطقه القوه العظمى تكنولوجيا وعسكريا وحتى سياسيا واستراتيجيا فمن الافضل لامريكا ان تترك المنطقه لحالها، صحيح عندها هنا يعني مصالح مصالح فلتكن مشروعه وليس عن طريق اثاره الحروب والحروب النيابيه واثاره الضغائن واستغلال الخلافات التاريخيه او القوميه او العرقيه في هذه المنطقه، نحن كلنا جيران ولكن امريكا هي دخيله على هذه المنطقه ولا يهمها ان تفجرت واحترقت كل المنطقه واحترقت لا. كل الشعوب، فهي امنه في في الحقيقه جغرافيتها، نحن نامل ان تتعقلن امريكا ولا تتصرف وخصوصا يعني السيد ترامب مع انه هذا الامل هو امل بعيد المنال. شكرا لك سيد هادي سيد افقهي الدبلوماسي السابق كنت معنا من طهران ولانك ختمت يعني مع هذه النقطه اريد ان اسالك سيد ويتس السؤال الاخير هو عن استغلال الولايات المتحده الامريكيه للخلافات التاريخيه قالها سيد افقهي قبل ان يذهب ونحن نراها كل يوم في خطابات ترامب خصوصا عندما يتوجه الى السعوديه ويطلب اموال السعوديه، بكل بساطه هناك ابتزاز للمملكه العربيه السعوديه وهذا ظهر بالفيديو الذي تمت يعني مشاركته بشكل كبير في العالم العربي في هذين اليومين. عندما يعني يقول بان السعوديه او الملك سلمان لن يبقى في الحكم اسبوعين من دون الحمايه الامريكيه. هل تحتاج الولايات المتحده الامريكيه الى هذه الفزاعه الايرانيه؟ لكي تبتز الحلفاء بالتالي وتحافظ على مصالح تريدها في الشرق الاوسط انا لست على علم بشريط الفيديو هذا يبدو ان هذا الشريط لم يظهر بشكل كبير بوسائل الاعلام الامريكيه ولكن نحن نعرف بان اداره ترامب كانت قلقه جدا من سياسات اداره ترامب واداره ترامب كانت تعتقد بان هذه السياسات ادت الى انقسامات وابعاد امريكا عن السعوديه واسرائيل واطراف اخرى ومنذ ذلك الحين راينا علاقات وطيده جدا بين الحكومه السعوديه الحاليه والولايات المتحدة. والمسألة تتعلق بالابتزاز إلى حد كبير. ولكن المسألة تتعلق بمخاوف مشتركة من إيران. السعوديون كانوا يضغطون على إدارة ترامب كي تتخذ هذه الإدارة موقف متشدد أكثر من إيران. ويبدو أن الحكومة السعودية الحالية راضية جدا من المقاربة الأمريكية الحالية. بالتالي المسألة تتعلق ربما بمصالح مشتركة بين الحكومتين بالبلدين. شكرا لك سيد ريتشارد ويتس مدير مركز تحليل الشؤون العسكرية والسياسية في معهد هادسون كنت معنا من واشنطن وللآن سنكتفي بهذا القدر في هذا الملف بعد الفاصل مشاهدينا نتحدث عن اختفاء جمال الخشقجي الصحفي السعودي أهلا بكم من جديد إلى المسائية أين هو جمال خاشقجي؟ قضية اختفاء الكاتب السعودي المعارض تفتح الباب على حملة الاعتقالات وحالات الاحتجاز التي تشهدها المملكة العربية السعودية فهل يتعلق الأمر بقلة الخبرة السياسية أم هو منطق العجرفة والاستقواء بالمال حينا وبأمريكا أحيانا أخرى؟ جراسيا بيطار اهلا بكم على ولي العهد حفظ كرامه بلاده بانهاء الحرب المتوحشه على اليمن هذا الموقف لمن كان يوما الابن الوفي للنظام السعودي جمال خشقجي لا يبدو ان تاريخه في رفع الولاء الكامل لولي العهد قد شفع له فها هو يلقى مصير بقيه المختطفين هو الذي قال يوما ان القمع في السعوديه يذكر بالمانيا الشرقيه وان السعوديه لم تعد محتمله سجل خشقجي مواقف معارضه لسياسه المملكه في الداخل والخارج دخل مقر السفاره السعوديه في تركيا واختفى الإخفاء والاعتقال والسجن والخطف والإكراه صفات تكاد تلازم أسلوب المملكة منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان زمام السلطة الفعلية وربما قبل ذلك واللائحة تطول فخشقجي لا يعد كونه رقما ضمن سلسلة حالات القمع الحاصلة في السعودية كما سماها الكاتب نفسه من يمكنه أن ينسى ليلة القبض على الأمراء التي افتتحتها السعودية في مطلع هذا العام في فندق الكارلتون في عرض حول العالم بأسره إلى جماهير متشوقة لمعرفة الخواتيم. من يمكنه أن ينسى واقعة خطف رئيس حكومة لبنان سعد الحريري في الرياض وإجباره على قراءة بيان استقالة أمام تلفزات العالم. من يمكنه ان ينسى حمله الاعتقالات بالجمله التي تنفذها المملكه بحق مثقفين وصحفيين ونساء وناشطين سياسيين ورجال دين بارزين فضلا عن المحاكمات السريه والمعلومات الكثيره عن التعذيب داخل السجون والمعتقلات لا احد يمكنه ان ينسى كل ذلك لان سياسه المملكه لا تنفك تذكر من يريد ربما ان ينسى فهل هي قله الخبره ام العجرفه ام متطلبات رؤيه 2020 ام هو ربما منطق القوه الذي تستقوي به السلطه على شعبها كلما قدمت للغرب مزيدا من التنازلات كي لا نستخدم عباره اخرى ربما الإهانة الأخيرة التي وجهها الرئيس الأمريكي لبن سلمان تفيد في الجواب عندما قال له لن تبقى في الحكم أسبوعين لولا دعم أمريكا ومعنا من تركيا البحث السياسي التركي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة مدنية تركيا دكتور سليمان إريك أهلا بك ولأن الحدث هو في تركيا فكم من الضروري أن نستقبل يعني شخصيه تركيه دكتور ونريد ان نفهم يعني ما الذي حدث ما الذي يتم الحديث عنه الان في وسائل الاعلام التركيه نحن نعرف ان السلطات التركيه مقتنعه ان جمال خاشقجي ما زال في داخل القنصليه السعوديه واقل هذا ما تعلنه وما تتمسك به وربما لا تريد ان تذهب الى فرضيه انه تم تهريبه من البلاد لان هذه مساله اخرى وخطيره هل هناك يعني قناعة بأن حصل فعلا خرق أمني كبير فعلا أن الرجل قد اعتقل قد اختطف اختفى ما هي القناعة التركية راهن yeah. في تركيا تعرفين المساعد مستشار الرئيس السيد ابراهيم كالين قال للصحافه قال اننا نعتقد بان الخشقشي في السفاره السعوديه واغلب وسائل الاعلام التركيه ايضا تدعي ذلك خاصة أحد الأصدقاء أحد أصدقاء السيد خاشقشي أيضا صرح بهذه الوسائل الإعلام التركية إذا استفادوا من تقرير لأحد أصدقاء السيد خاشقجي وقالوا أيضا أننا نعتقد بأنه قيد الاحتجاز بالسفارة السعودية والسلطات التركية حاولت أن تحافظ على أمن المطار في حال حصول أي مكروه لخاشقشي بالتالي هناك تدابير اتخذت في المطار في حال قررت السلطات السعودية أن تقوم بنقل خاشقشي إلى أي مكان آخر أو إلى السعودية هذه من الأمور الأساسية ومن أهم المواضيع الآن في تركيا دكتور يعني هل وجود الرجل في داخل السفاره او القنصليه السعوديه هذا يعني ان هذه الارض هي سعوديه هل هذا الامر يعد خرق لسياده تركيا ام لا <applause> بالطبع هي اراضي السعوديه وليست اراضي تركيه وفقا للقانون الدولي وبالتالي السلطات التركيه لا يمكن لها والقوات قوات الامن حتى لا يمكن ان تدخل هذه الاراضي التي هي اراضي السعوديه نتحدث هنا عن القنصليه وبالتالي السلطات التركيه لديها خيارات محدده فقط في حال انتقل السيد خاشقشي الى خارج السفاره يمكن يمكن حينها للسلطات التركية أن تتصرف وإلا ليس لدي أي تفويض أو أي قانون يسمح لنا بالدخول إلى السفارة هناك من يتحدث عن أنه ربما قد تتخذ السلطات التركية قرار باقتحام القنصلية ترى أن هذا أمر مستبعد؟ دكتور سليمان تسمعوني؟ <applause> هل <تسمعني؟ تصفيق> لا. آه. آه. لا, لا ربما هذه معلومات خاطئة ولكن لا يمكن أن نرى أي اقتحام للسفارة هذا سيؤدي إلى أزمة دبلوماسية لأن هذا يتناقض والقانون الدولي طيب برأيك لماذا يكون هناك خطوة من هذا النوع في تركيا هل هناك رمزية معينة أو رسالة معينة للدولة التركية تريد أن تبعث بها السلطات السعودية بأن يتم اختفاء أو اعتقال نحن لا, يعني لا, نعرف ماذا سنعطي بعد تعبير لما حدث مع السيد خشقجي ولكن مهما حدث معه هل هناك رسالة معينة سياسية تريد أن ترسلها السلطات السعودية للدولة التركية؟ كلا uh, no, <applause> كان يعمل في تركيا وأعتقد أنه أيضا لديه صديقه هنا في تركيا وذهب الى القنصليه لانه اراد الحصول على مستندات، اراد ان يتزوج من احدى السيدات التركيات وبالتالي هو ترك بعض الوثائق والمستندات والاوراق وكان يذهب من اجل استعاده هذه الاوراق وبالواقع كان يعمل بالصحيفه السعوديه اسمها الوطن وهو صديق للسيد توران خاشقشي ايضا actually uh, the Turkish Arab Media Group. و مجموعة اعلام عربية تركية ايضا هو عمل معه وكتب الكثير من المقالات كذلك بالواشنطن بوست وبوسائل الاعلام الامريكية وهو شخص معروف كان مدير تحرير صحيفة الوطن وايضا كان بمجموعة الاعلام العربية التركية وبالتالي هو شخص كان يقطن في تركيا وبالتالي الحكومة السعودية لم تقم بارساله وبالواقع عندما تحققنا من رواية خاشقجي. هو كان من أكبر مؤيدي النظام السعودي. ولكن بعد أن جاء الملك سلمان إلى الحكم. بدأ بتوجيه الانتقادات إلى السلطات السعودية. وأعتقد لهذا السبب قاموا باعتقاله. طيب إذن السبب بحسب رأيك تعلق فقط بخاشقجي. ولكن برأيك الدولة التركية كيف سترد على ذلك؟ هل سيكون هناك موقف لتركيا؟ خصوصا انه كما ايضا فهمنا ان السيد خاشقجي وخطيبته التي مفترض يعني ان تكون زوجته يعني هي على علاقه جيده مع الرئيس اردوغان او في محيط الرئيس اردوغان والى ما هنالك وهو ايضا اذا هناك يعني ربما مساله شخصيه ايضا قد تدفع الى موقف اقوى لتركيا فيما يتعلق بحادثه حصلت على اراضيها ما رايك نعم بوسائل الاعلام التركيه هناك ازمه كبيره وذلك لان هذا الشخص هو شخص صحفي وبالتالي يحق له لديه حق ديمقراطي ان يكون صحفي ويكتب مقالات بالتالي بعض الليبراليين بالطبع قاموا بالاحتجاجات امام السفاره السعوديه وايضا المجموعه المجموعه الاعلاميه العربيه التركيه هذه المجموعه قامت بتوزيع الطعام للمحتجين وهذه الاحتجاجات كانت احتجاجات مدنيه ولكن بالنسبه للحكومه حتى الان موقف الحكومه التركيه هو موقف صامت باستثناء ما قاله السيد كالين الذي هو المتحدث باسم الرئاسه التركيه والسيد كالين قال ان هذا الشخص كان يتحدث اي الخاشقشي كان يتحدث باسم الحكومة السعودية ولكن فيما بعد بدأ يواجه الانتقادات إلى السلطات السعودية وبعدها قال السيد كالين أنه يعتقد أن السيد خشوكشي لا يزال قائد الاحتجاز بالسفارة إذا هذا هو الموقف الوحيد الذي جاء من طرف الحكومة التركية بالتالي حتى الآن الموقف إجمالا هو موقف صامت حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات من قبل الحكومة التركية والحكومة التركية تنتظر ما هي الإجراءات وأيضا تنتظر هل ستتخذ الحكومة السعودية أي خطوات هل هناك اي امور مستقبليه ولكن حتى الان الموقف غير واضح هل تعتقد ان هذه المساله قد تؤدي الى توتر في العلاقه الدبلوماسيه بين السعوديه وتركيا؟ <applause> لا أعتقد ذلك ولكن بالطبع المسألة تعود إلى الحكومة السعودية أي ما هي الإجراءات التي ستتخذ من قبل السعودية ولكن لو تتذكرين ما حصل مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قاموا باعتقال الحريري في السعودية ولكن الآن جاء هذا الإجراء مجددا من قبل الطرف السعودي أو من قبل الحكومة السعودية بدأوا باعتقال حتى اعتقل ناس وشخصيات سعوديه معروفه يمكن ان نقول ان هذه استراتيجيه جديده هل هي استراتيجيه جديده من قبل السعوديه وكيف سيرد المجتمع الدولي على هذه الافعال من قبل السعوديه هذا السؤال المطروح تماما هل تعتقد ان هذه المساله سوف تاخذ ربما اصداء دوليه على اعتبار ايضا ان الكاتب هو يعني يكتب في صحيفه واشنطن بوست وكان هناك اليوم مقال في واشنطن بوست وخبر يقول بان خشقجي قد اختفى. هل سيكون هناك اي ردود فعل دوليه برايك خصوصا من الولايات المتحده الامريكيه التي يعيش خاشقجي على اراضيها راهنا؟ Yeah, of بالطبع ما كتب بصحيفه الواشنطن بوست وما كتب بصحف اخرى نعم تم التطرق الى هذه القضيه وبالتالي هناك ارتدادات وهناك اصداء لهذا الموضوع خاصه لدى الريبراليين بالولايات المتحده هؤلاء ينتقدون الحكومه السعوديه ولكن لا اعتقد ان الحكومه الامريكيه يمكنها ان تتخذ اي اجراء ضد الحكومه السعوديه وذلك بسبب العلاقات القويه العلاقات العسكريه القويه مع الملك سلمان. تماما اذا انطلاقا من ذلك دكتور وانطلاقا ايضا من مراقبتك للوضع ولكل ما يحدث وانت تحدثت عن انتهاكات عديده ونحن اشرنا اليها ايضا في التقرير اعتقالات لشخصيات على اساس رايها ربما لا يتوافق مع راي السلطه الحاكمه، هل تعتقد ان السعوديه ذاهبه الى مزيد ربما من الاعتقالات من التوتر يعني من مزيد من اختطاف ربما ناس ايضا كان هناك خبر في الاونه الاخيره في اليومين الماضيين عن تجسس على معارضين سعوديين في الخارج شبان سعوديين من خلال الهواتف يعني هل الدولة السعودية تتجه إلى مزيد من التشدد في أمنها؟ نعم بالطبع أنا أتوقع من الحكومة السعودية أتوقع منها أن تبدأ بسياسة جديدة بالخارج وسبب ذلك هو أن الحكومة السعودية ومنذ عشرة أعوام هذه الحكومات بدأت بإرسال الطلاب إلى الخارج وبالتالي العديد من الطلاب يدرسون بالمملكة المتحدة وأيضا بالولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى وبالتالي بهذا الإطار هناك بعض المعارضة أو حركة معارضة ضد العائلة الحالية في السعودية. وإذا تحاول العائلة الحاكمة أن تسيطر على هذا التطور كما أنها تحاول أن تقوم بعملية انفتاح للمجتمع. بالتالي هناك صعوبات سنرى في المستقبل في الأيام المستقبلية أو في الأعوام أو في الأعوام المقبلة سنرى هل سيستخدم هل ستستخدم السعودية أساليب مثل التجسس وأيضا أساليب مثل الاعتقال في حال ك كانوا هؤلاء يعارضون النظام ربما سنرى ذلك والى اي مدى ربما هذه المساله او قضيه خاشقجي والقضايا الاخرى يراد منها ان تشكل نموذجا ربما لمن يريد ان يعارض بان يفكر اكثر من مره ربما قبل ان يذهب بعيدا في معارضته للحكم في السعوديه؟ داخل السعودية كما تعرفين المعارضة ليست عملية سهلة المعارضة السياسية حركة المعارضة الوحيدة ربما تأتي من الخارج بالوقت الراهن ولكن بالمستقبل بالطبع هناك الكثير من المثقفين السعوديين بالخارج أتحدث هنا عن عملية الديمقراطية في السعودية هؤلاء يتحدثون عن جلب الديمقراطية الى السعوديه كما انهم يرفعون الصوت ضد النظام السعودي خاصه ضد نظام الملك سلمان <applause> طيب دكتور لنختم معك وبالعوده الى حضور تركيا طبعا انت لا يمكنك ان تتكهن هذا امر نفهمه منك لان ليس هناك موقف رسمي او مواقف رسميه واضحه اكثر من تركيا لم تعطي بعد موقفها ولكن اذا ثبت ان الرجل قد تم تهريبه او تم إخراجه من الأراضي التركية وهو ليس موجودا في القنصلية هل برأيك سيكون هناك مشكلة كبيرة لدى تركيا في العلاقة بين تركيا والسعودية هل سيكون هناك ربما ردة فعل قوية من قبل تركيا على هذا التصرف الذي انتهك أمنها وسيادتها نعم، لا يمكن أن نقول الآن أنه حصل انتهاك للسيادة التركية وذلك لأن الاعتقال تم بالسفارة، هو دخل طوعا السفارة السعودية ولا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى أي أزمة دبلوماسية في تركيا، ولهذا السبب نرى موقف الصمت من قبل تركيا بالطبع في حال حصل اي انتهاك اي انتهاك للامن أو في حال حصلت أي انتهاكات من أي نوع بالطبع بهذه الحالة تركيا ستتحرك ولكن بالوقت الراهن تركيا تستخدم اللهجة الدبلوماسية حتى الآن لم أسمع أي لغة تصعيدية ضد الحكومة السعودية شكرا لك البحث السياسي التركي وأستاذ العلاقة الدولية في جامعة مدنية تركيا دكتور سليمان إليك شكرا جزيلا لك والآن نعيد تذكير بعناوين المسائية فشل سياسي ودبلوماسي في التجيج ضد إيران وأخفاقات عسكرية وقانونية كفة إيران وحلفائها ترجح في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين أوروبا تسجل الولايات المتحدة وتبقي قنواتها مفتوحة مع طهران فهل قلبت إيران الصورة بعزل ترامب وتثبيت الدعم الدولي للاتفاق النووي؟ بعد اعتقال الامراء ورجال الاعمال والدعاه والحقوقيين والنساء، هل اختطف الامن السعودي الكاتب جمال خاشقجي في قنصليه المملكه في اسطنبول؟ للمزيد من الاخبار والتقارير يمكنكم زياره الموقع الالكتروني الخاص بالميادين باللغتين العربيه والاسبانيه، شكرا للمتابعه والى اللقاء.